السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمله اكله شتويه. النهارده بقى هنعمله كوارع، وهنعمله لحمه روز بالصلصه كده، طاجين كده، وهنعمله ايه، ممبار. بصوا بقى، انا الممبار غسلته وخليته زي الفل، ورحت محطه بقى عليه ليمون وسايباه ايه، خليته فله، وحطيته ليمون كده وسايباه بقى مع الليمون. اما اجي احشيه هشطفه بقى شطفه محترمه. بصوا، قشطه قشطه. بصوا بقى، شطفتيه ازاي بقى الكوارع؟ الكوارع لا، انا خليت الجزار اصلا عملها لي، خليها لي زي الفل، يعني يا دوبك نقعتها. بصوا، قشطه قشطه، ما فيهاش حاجه خالص، عشان عارف ان انا ما بقدرش اقف كتير، فنضفها لي بقى، خليها لي زي الفل والفتها كده، خليها بصوا زي الفل، ما فيهاش اي حاجه، يا دوبك انا بس ايه يعني عملت عليها. نضفتيها في ميه وخل؟ انا كنت نقعها بقى بعد ما غسلتها غسله حلوه، رحت نقعها بميه بقى وليمون برضو، وحطيت حبه خل صغيرين. دلوقتي بقى حطيت اللحمه، اديها بس نص سوا كده، عشان هننزل على البصله والطماطم ونسيبها تعيش حياتها. وريحه لنا زي حطيت عليها، يعني اكني بسلقها نص سليقه لحمه الروز. بعد كده حطيت الميه بتاعت بقى الكرع على اساس ايه، ان انا اسلقه، احط له بقى ايه، بصلايه ورق لورو. عندك فص بالسكه وفص حبال؟ ماشي الحال. مفيش يبقى ايه، يبقى كفايه ورق لورو وبصلايه مثلا كده وطماطمايه. بكل ده بيطعم الاكل، بيعمل ريحه حلوه، بيبقى زي الفل. وهو اصلا الاكله دي كمان في غسلها، بس المنظر في غسلها، كل ما هي نظيفه مش هتعمل ريحه. لا 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 لا، كل ما تبقي غسلها حلو وكده. بص، هو حتى مقطعها لي، انا قلت له قطعها لي كده، بحس ان انا ايه، اللي ياكل يعني ياخد على الشوربه في البوله بتاعته، او ما يقطعش بقى ولا حاجه. بصوا المنظر جميله وزي الفل، مش محتاجه يعني اي حاجه في اي حاجه. انا دلوقتي هغسلها وهسقطها معاكم، هغسلها وهغسلها ايه واسقطها ايه معاكم، واحط لها ايه اهي. بصوا، انا كنت غسليها مقعداها ساعتين، وبعدين هو لسه ذبحها النهارده الصبح، فانا يا دوبك ايه نزلت خدتها، يعني لا مثلجه ولا بايته ولا اي حاجه، ريحتها تحفه. بص حبايبي، انا دلوقتي اهي وهسقطها بقى ايه. الميه بتغلي اهي، ماشي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انا مش عايزه شوربه كتير، يعني عشان ما تبقاش شوربتها ايه، مش عايزه شوربه كتير. هتحشي الممبار النهارده؟ هحشي النهارده، احط لها بقى البصله، البصله هنا، بصي يا حبيبي، احط لها البصله اهي، وشويه احط لها بقى الورق اللورو. لو حبت ان انا اغير لها الميه بتاعتها، لو لقيتها يعني كده هكبها واحط لها ميه نظيفه تاني، ماشي. هرجع لكم تاني، نرجع لكم تاني. السلام عليكم حبايبي، رجعنا لكم بقى تاني بعد ما الكوارع بقى بصوا بقت ملبن. بصوا حلوه وزي الفل. بصوا بقى الشوربه بتاعتها رايقه ازاي، الشوربه رايقه وزي الفل. دي بقى لحمه ايه، اللحمه اللي ايه عاملاها إيه، مش انا قلت لكم حطيت لها كوبايتين ميه وسايباها على النار. رحت بقى بعد ما شربت الكوبايتين الميه،
رحت عملت ايه، بصلتين حلوين كده كبار، ورحت ايه مقطعهم حلقات وحطيتهم عليها 5 دقايق، ورحت عملت طماطم ورحت حطاها وطاطيت بقى عليه خالص زي الشمعة. بقيت بقى بالمنظر ده، بصوا بقيت بالمنظر ده، بصوا جميلة ازاي، ايه زي الفل. ما بصوا يعني استوت بصوا الحتة اللحمة مستوية خالص خالص، وبصوا ما فيش بقى ولا بصل باين ولا اي حاجة لاني كله اتهرى ماشي. وايه ده الرز، عملنا بقى ايه رز ابيض جنب الاكل ده، بصوا مفلفل ازاي. عملت رز بس ايه بقى مفلفل، يعني ما كتروش الميه ولا اي حاجه. ايه رايكم احنا ده دلوقتي هنغرفه، هنوريكم بقى الشكل ايه. بصوا حبايبي بصوا الشوربه بقى، ايه رايكم؟ الاكله دي تتاكل في البيت كده بنظافه كده كده، وبقى ايه دي اكله شتويه بقى ترم العظم وبمزاج بقى الاكيله بقى الاكيله اللي تاكل الاكل ده. بصوا يا حبايبي ايه رايكم، نحط بقى اللحمه نقفل على دي حبايبي. حط بقى نغرف الرز، ودي اكلتنا ده اكلنا النهارده حبايبي، ايه رايكم؟ نحط استني طبق الرز كمان نكمله بمنة. يلا طبق رز اهو نحطه كده ولا كده اهو. ايه رايك؟ وايه رشه بقى ايه كده فلفل اسمر كده، ونحطه بقى من الصلصه كده الشوربه كده على الرز، واكله جميله وزي الفل ومية مية بالهنا والشفا على اللي اكل، وبهنا والشفا وبهنا والشفا على اللي ايه على اللي شاف. ايه رايكم؟ العزبون بقى هعمل لكم حلقه ايه مخصوص، عشان انا كنت منضفه كيلو وسايبه كيلو، فانا قلت بقى ايه البنانيش الزغنطتين مش هتعرفوا ايه تنضفوه، فانا قلت مره تانية هبقى انزله لكم وانا بنضفه وانا بحشيه وكل حاجه من الالف للياء. يلا حبايبي باي باي، ما تنسونيش بقى في لايك.